والتقليعة برضو اللي وصلوا ليها قالوا دارين يستخفوا ويستهزئوا بالقرآن يا مسلمين يا سودانيين، دار يستهزئوا بالقرآن ويعملوا على النغمة بتاعت الكابلي، في غنية بتاعت الكابلي عاملين القرآن. قبل عرضوا لكم مقطع وده تاني أوضح، شغلوا في ستة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. طيب سمعتوا بأذانكم يا جماعة، دي الغنية بتاعت الكابلي، غنية كده مشهورة نسيت اسمها. والهدف من أفعال الجمهورين اللي بيسووها دي دارين يحطوا من مكانة القرآن في نفوس المسلمين، عشان كده القراي قال لهم ما ممكن قال لك تكتب سورة الزلزلة في مقر الابتدائي، لأنه نقر الشافع إذا زلزلت الأرض زلزالها ونخوفه قال. فالنازل أصلا جو قاصدين الدين ده يا جماعة، داري يدمروا عديل ولا لف ولا دوران. وإذا الكلام اللي اتقال ده كله ما حرك فيكم حاجة أو ما حرك في واحد فيكم حاجة، من الآن أي زور يراجع دينه وإيمانه وإسلامه من جديد، لأن الحرب الحاربوها الجمهوريين والشيوعيين والعلمانيين للإسلام في البلد دي اليهود، والله ما حاربوا الإسلام بالطريقة دي ولا سووا زي ده ولا استهزوا بالقرآن بالطريقة دي ولا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة العرضوا لكم قبيل، ولا قالوا الله هو وسيلة للغاية اللي هو الإنسان.